الرفاق، خرجي دار الرفاق. هذا ب 8 درهم تنطلبوها وما تياخذوها جن. خير ربي كله 8 درهم وما تيقبلوهش منا. ثمانية دراهم سبعة دراهم هي اللي كاينة صافي، هادشي اللي كاين أثمينة، ما كايناش 10 دراهم وما كاينش 11 درهم. حنا تنطلبوا دابا 8 دراهم ما تيديوش منا، هادشي اللي كاين أخو هنا بالسوق صافي، هادشي اللي كاين. الناس كيقولوا الصحاب يقدر يوصل 12 دراهم، يقدر يديرها حيت القليل قليل. إلا لعب السوق عايديرها، تنقول لك أنا لعب السوق والله حتى غايديرها. هي دابا في الثلاث ايام التاليه يقدر يديرها حيت السوق ما كاينش فيه السلعه بزاف. ولعن الله ان شاء الله ما نقدرش نكذب عليك، حنا واخا يلعب ما غنفوتوش 8 درهم 9 درهم واخا يلعب كاع حيت الفلوس ما دايماش. هذا هو الوقت الشيء اللي تنقول لك، الفلوس راه ما فايته. ديال الغرب قنيطره تتصاوب في الغابة وتنشرو من الغابة عاوتاني 70 ريال تتشريو عاد تجيبو عاوتاني تسقطو راسك وشوية تاني، راه ما خصوش يدير الثمن بعدا كاع، راه خصها أقل ديال 10 دراهم. أضعف إما خصو ديال 10 دراهم ما خصوش يفوتها، 10 دراهم راه شال الفسخ ديالو أكثر منه. التمارة ديالو ما فيه التمارة، ضروري تمشي للغابة راه غتشوف التمارة ديال بصح، العافية والشمس والصهد وحالتك مسخة الغبابر، ضروري راه خصو يكون ديال 10 دراهم و نديو الحلال صافي هادشي اللي و 10 درهم وغادي بيه فابور، الاحتلال مكربص عليه ما محروق ما والو. حاولي كيقولوا وصل الحم 12 دراهم. لا والو ما كاينش. شي في طنجة بعد. لا والو لا ما يلحقش ما يلحقش. لا ما يلحقش. 12 درهم يجي. سوى لا كان شي مدينة ما داخل ليها قليل ولا هادي يقدر يلحق يقدر ما يلحقهاش. وراه في طنجة موجودة ولا قليل؟ ولا قليل دابا شوية، وكاكو الثمن ديالو قليل، الثمن ديال 8 دراهم 7 دراهم راه خصو يكون 10 دراهم وهذا العار. دابا فين كتبيعونا؟ تنبيعونا ب 7 دراهم 8 دراهم صافي، هذا هو الثمن المحدد ديالو. من الجملة من الغابة تجيبو من الغابة وعاد تسير عليه وتمشي للقرد عاوتاني باش تجيب السيباسي، تتقام عليك ب 6 دراهم في الغابة، تتشري ب 70 ريال، والسيار ديالو تيوصل عليك 7 دراهم 6 دراهم، وما تجيبيه لهنا بشحال خاصك تبيعيه، راه قال خاصك تبيعيه بهذاك الثمن اللي قلتي أنت ديال 240 12 درهم 13 درهم، خاصو يتباع بها، لا حتى لا مسكين ضارب عليه ثمن راه جاي من الغرب عرفتي شحال ديال الطريق. أنا نصيفطو. شي خسائر لا؟ ضروري راه فيه السيار، تيبقى فيه الكسور إلا بعتيه بحال هكايا بالميزان تيبقى فيه الكسور، ولا بعتيه مجموع ولا هادي راه شوية تقدر تمشي شوية عليك وشوية عليه، مو هادشي اللي كاين خويا. الله